ومما يجمع الكلمة صحة العقيدة، العقيدة السليمة، لأن تكون العقيدة عقيدة التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، كما قال سبحانه: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ليس لنا إلا رب واحد وإله واحد، فإذا أفردناه سبحانه بالعبودية فإنه حينئذ يحصل الاتفاق والوئام بين المسلمين. أما إذا اختلفت العقيدة فلا اتفاق ولا اجتماع، لأن كل حزب بما لديهم فرحون، كل ينتصر لعقيدته ورأيه، فلا يجمع المسلمين إلا عقيدة التوحيد التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فإذا رجعنا إلى الله وعبدناه حق عبادته واتبعنا رسوله صلى الله عليه وسلم اجتمعت كلمتنا وتوحدت صفوفنا وهابنا عدونا ولا حيلة له فينا، لأننا تمسكنا بكتاب الله وبسنة نبيه فلا حيلة له فينا. أما إذا خضعنا للدسائس الشبهات والآراء والنزعات والنزغات حصل الشقاق والاختلاف.